احنا الان في شنغهاي وفي التايمز هاير اديوكيشن في نادي 800 يسميونه، خدمة 800 للألف اللي يتمرتبوا من 801 حتى 999 يسميهم نادي 800. احنا هدفنا واستراتيجيتنا هو نادي 600 المرة المقبلة، وهذا امر غير هين. علاش غير هين؟ لانه برشا ناس يعتقدوا خاصة تصنيف شنغهاي انه يسخبوا عدوري فيه، هو مسابقة يجري توجي الاول. لا، راهو فما امكانيات نتاع بلد، امكانيات الميزانية. واليوم شنو ينقصها جامعة صفاقس؟ اليوم نعرف انه فما كفاءات، فما ذكاء تونسي، تنقصها الامكانيات المادية بشكل خاص في صفاقس، فما عادات وتقاليد تتعلق بالبحث العلمي بالجانب الاكاديمي بالجانب الجامعي. شنو ينقص جامعة صفاقس حتى تكون في مرتبة ارقى واكبر واهم؟ ضخ الاموال. ميزانية جامعة صفاقس غيرها من الجامعات ووزارة التعليم العالي لا تمثل شيئا كبيرا. قداش ميزانيتها جامعة صفاقس؟ لا مش تحدث لك على جامعة صفاقس فقط. انا مش تحدث لك على ميزانية وزارة التعليم العالي اللي هي في 2018 كانت 1481 مليون دينار فاصل 6. الميزانية المقترحة الجديدة افيك لا ديفالياسيون دي دينار 16145 مليون دينار فاصل 8 ل 2019، اللي يجيو تقريبا 2.6 من ميزانية الدولة. هل 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 ان التعليم العالي في تونس، انت عندك 13 جامعة وعندنا 4 مليون طالب، صحيح عدد الطلبة نقص، هذا امام قيمة الدينار مش رجل الاقتصاد لكن الناس كنت تعرف. هذا غير كافي لتحفيز مخابر البحث والباحثين والأساتذة باش ينظموا الندوات وباش يقوموا بالأبحاث وباش يشتريوا المقتنيات المخبرية والآلات والتجهيزات. فهذا العامل الأول. العامل الثاني أيضا اللي لازم نقوله وما نخجلوش منه هو أنه المناخ التنافسية العلمية في تونس ما فيهوش تحفيز.